هذا سلك أهلنا من قبل، ويمعة رياي اللي قدامكم مثلك وشرواك اللي قاعدين، فهو يعني تعرف على ربعك وتطمن عليهم وعلى أحوالهم، ولا يأكل الضيف أو الغريب يلفع البيلس ويسأل عن الناس ويتعرفون عليه، وهو الميلس لابد أنه يكون في المنطقة سواء، وكل البيوت الآن عندها ميالس، مو بس يعني ميلس معين أو محدد، لا، وهذه عادة ماخذينها من أبهاتنا من قبل سنين، يعني ما هي بتو. والميالس ما يقول مدارس للصغار تحفظهم، والكبار يتطمنون على حالهم على بعضهم بعض، وزيارات هذه ما في أحسن منها، الوصل زين. والميلس يعتبر يعني ملفة للناس، أهل المنطقة والبعيد والقريب. من ضمن المواضيع اللي تدور في المجالس، مثل ما يعني تعرف ويعرفون الاخوان، اخذ علوم الربع وتطمن عليهم ويطمنون عليك، ولكن تدير بعض او تدار بعض المواضيع الاجتماعيه اللي تكون في البلد، يعني التغيرات والامور الاجتماعيه، فما في موضوع محدد، يعني المجلس ما في موضوع والله تعال احنا شنو بنطرح اليوم، ما، ولكن كل يتكلم بما يطرى على باله، يعني تخص الشباب، تخص البلد، تخص امور كثير، وتخص حتى خارج البلاد. يعني الحقيقة مؤسسة الأيام تشارك الناس في أفراحها وفي أحزانها، وهي جزء من المجتمع، فدائما تحث على أن نحافظ على العادات والتقاليد الحميدة في المجتمع البحريني. المجتمع البحريني حافظ على العادة هذه، عادة الزيارة وصلة الرحم والتعارف وتوطيد الأواصر العلاقات بين العوائل والمعارف في شهر رمضان الفضيل، فحبت الايام انها تكون مواكبه هذه النهج اللي تكون فيه الناس. ففي الحقيقه في البحرين تشوف اهتمام كبير في المجالس، فهي عاده سار عليها القياده والاجداد والاباء، فشفنا جلاله الملك استقبل ابناء مملكه البحرين من جميع محافظاتها، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان يزور الناس في بيوتهم في مجالسهم، فاحنا يعني نحب ان دائما ان نواصل على هذه العاده الطيبه، ونشجع الكل انه يكون هذه شهر فضيل يستغله في العباده وفي التواصل وصله الرحم وزياره الاحباب. طبعا بطبيعة الحال المجلس هو يعني خلينا نقول موروث اجتماعي متأصل في المجتمع البحريني،
لكن ما يميز مجلس الأيام تحديدا أنه يجمع ما بين الإعلام وما بين حتى يعني لنقل نخب اجتماعية موجودة في البحرين، والأكثر أن المجلس لا يتخذ شكل من أشكال المجالس التقليدية التي عادة يتواجد يعني فيها فقط الرجال. فهنا يعني المجلس هناك حضور من الرجال وأيضا من النساء. الأمر الآخر أنه دائما لحظة في مؤسسة الأيام بحضور متميز من مختلف أصدقاء مؤسسة الأيام، حتى من السلطة التشريعية، من الحكومة ووجهاء. فبالتالي يثري هذا التجمع، يثري يعني يثري المجلس، يقدم الكثير بالنسبة لنا. كثير من السفراء الغربيين كانوا يقولوا لي نحن نرى الكثير من البحرينيين في المجالس، نلتقيهم أو يعني نلتقي أصدقائنا أو معارفنا في البحرين من خلال المجالس. فهذا يعني شيء أنا بتصور أنه ميزة متأصلة في المجتمع البحريني، وميزة جميلة لأنها تجمع الناس على اختلافهم بدون أدنى فوارق. تجد الناس هنا في البحرين، تحديدا في المجتمع البحريني، الناس منفتحة على بعضها البعض، وهذه ميزة اجتماعية رائعة.